من هم رموز الفساد؟ إذا كان هؤلاء من رموز الفساد ولك دليل فأمر النيابة العدلية أن تحيلهم على السجن مباشرة. هل هذا معقول؟ أين هم رموز الفساد؟ فيه ناس غادروا وناس أنهينا مهامهم، أما من ليس لي دليل على أنه فاسد ولم يأتني أحد في حقه أنه فاسد فكيف تريدني أن أعزله؟ وهو موظف دولة ليس موظف عندي ولا عند أي حزب ولا عند أي جهة من الجهات. هؤلاء موظفون يعملون ويتقاضون مرتبا، والأحرى بي أن أحضهم على العمل وأن أكلفهم بالعمل بدلا أن أحيلهم على ما يشبه التقاعد. أين الوزير من التسيب العام في المدارس والمعاهد؟ التغيب ولا رقيب ولا حسيب، وظاهرة المخدرات، ظاهرة المخدرات ظاهرة مجتمعية في الأساس يتحمل المجتمع بكل فئاته مسؤوليته، ومسؤولية الأسرة ومسؤولية الحزب ومسؤولية الجمعية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ومسؤولية هذه المقاهي الكثيرة في بلادنا ومسؤولية الكل. إذا ليست مسؤولية وزارة التربية فقط، فهذا يجب أن ندركه. نفس الشيء، إذا التسيب العارم في المعاد هو مسؤولية الجميع. هل تتصورون مجتمعا متسيبا تكون المدرسة وحدها هي المنضبطة؟ فما يحدث في المجتمع من تسيب وانفلات ينعكس حتما في المدرسة وعلى المدرسة، والمدرسة في نهاية الأمر هي انعكاس، هي إلى حد كبير انعكاس لما يدور في المجتمع. الفساد في الانتداب، ايتوني بدليلكم، لا وجود لفساد في الانتداب. إن كان قد وقع خطأ فهذا جائز نصلحه، وأنا أدعو السيد الرئيس إلى أن يشكل المجلس، مجلسكم الوقع، لجنة وليفحص ما شاء من الملفات. نحن على ذمتكم لمدكم بما تحتاجون إليه من وثائق، من أي وثيقة ومن أي ملف لأي مترشح لأي مناظرة من المناظرات. بالنسبة إلى معهد المكفوفين بن العروس، أنا زرته وبقيت فيه صباح السبت يعني أكثر من 4 ساعات، وتحدثت مع التلاميذ ومع المدرسين ومع الإدارة، وتم توفير كل التجهيزات المطلوبة، وتم تخصيص 700,000 دينار بعنوان الصيانة والتجهيز لهذه السنة، وحضرت بنفسي أشغال الصيانة لكثير من المرافق الضرورية. أحياناً يكون لدى أحدنا معلومات تعود إلى 4 أشهر أو 5 أشهر سبقت، والأمور تتغير، ويؤسفني أن بعض الملاحظات تنبني على معلومات ربما كانت صحيحة قبل أشهر عديدة لكن الأمور تغيرت. ويمكنكم أن تزوروا معهد المكفوفين، وخاصة بالنسبة للذي من زارها من قبل، ليقارن بين ما كانت عليه وبين ما هي عليه الآن. الأخت أمال غويل والسيدة أمال غويل، هل ما زال التعليم إجباريا؟ نعم، التعليم إجباري بالقانون، والولي الذي لا يحمل ابنه للمدرسة يعاقب، لكن هذا ليس مفعل بالقدر الكافي. نحن متمسكون بالمدرسة المجانية والمدرسة الديمقراطية، ولكن في طبيعة الحال المجتمع أصابته تغيرات كثيرة، فكثرت المدارس الخاصة الابتدائية والإعدادية بالذات، وأصبح أولياء يوجهون مدارسهم إلى أبنائهم إلى المدارس الخاصة غير ذلك. تعاطي المخدرات تحدثت عنه، ليست لنا دراسات، وهذا من مسؤولية وزارة الصحة أيضا وربما وزارة الصحة قبلنا. وعلى كل حال نحن نتعاون، وهذا الصباح حضر في اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاح السيد رئيس الجمهورية كل من السادة وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير التربية بطبيعة الحال، وكان هذا مشهدا عظيما جدا ودال على أننا في هذه الدولة وفي هذه الحكومة واعون بأن المسؤولية جماعية، وبمن أن مثل هذه المواضيع ينبغي أن ينظر إليها من زوايا عديدة. بالنسبة إلى ما زالت دقيقتين سيد الوزير، قال وزير الصحة السيدة ملغوي 13 من بين 30 يتناول مخدرات، غير صحيح، لم يقل السيد وزير الصحة هذا، وإنما كل ما في الأمر يا سيدة أمل غويل المحترمة أن وزارة الصحة أجرت دراسة بسيطة جدا
على عينة من 737 تلميذ، قال 40% من التلاميذ إنهم يعلمون أين تروجوا أو من أين تروج المخدرات، ولم يقل إن 40% من التلاميذ يتلون المخدرات، وهذا مش موجود حتى في أي دولة من العالم، حتى في أمريكا اللاتينية ما تقش 40% من المواطنين، فما بالك بالتلاميذ يتلون المخدرات. للعنف إذا مدارس بلا عمل ولا حراس صحيح، لأن المراكز المالية التي تعطى لنا محدودة، وفي بعض الولايات صعب على السادة الولايات أن يعينوا العمل لأنهم خافوا من ردود الفعل، فيعطى لهم أنه هما يحسبوا العمل، السادة الولايات هما اللي يحسبوا فيها في تقليجين جهوية، عنده مثلا في ولاية كذا 40 عامل، في عام 2012 ما عينهمش لأنه صعب عليه، لأنه خاف من ردود الفعل العنيفة من الآخرين، لأن المطالب أحيانا تكون بالألاف وهذا يتجاوز وزارة التربية. إذا العنف، انتشار التدخين والمنع المدخن، تقييم الأخت وفاء المرزوق وأجبت عليه. بالنسبة للتعليم الزيتوني، نحن في وزارة التربية عبرنا عن كوننا لا نرى موجبا لوجود منظومة تربوية موازية، ولم نرخص لأي مدرسة لا تنطبق على الشروط ولا تتقيد بكراس الشروط، وهناك مطلب وحيد جاءنا بخصوص مدرسة ابتدائية زيتونية ولم نوافق على المطلب لوروده بعد الأجال ولعدم تطابق المطلب مع كراس الشروط. بالنسبة إلى الصينية، إدخال الصينية خاصة وإن لم يتمجاز عطلنا العمل، الصينية تدرس عندنا كلغة اختيارية في السنتين الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي، ونعنا 1000 تلميذ يدرسوا صينية ويدرسهم 20 أستاذ، ونحن مستعدون للتوسع في الصينية إذا طلب التلاميذ ذلك، لأن هذه اللغة اختيارية وليست إجبارية. بالنسبة للأخ الهادي الشاوش، ما تحدثت عنه يهم الآلية 16، وهذا من اهتمامات سبعة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ولا يخص سبعة. وزارة التربية. وبالنسبة لسي عبد العزيز قوتي الصادقية، نحن نتابع ملفها لحظة بلحظة، وعينت ناظرة جديدة وباشرت عملها، وبالنسبة إلى الملفات الأخرى التي تشيرون إليها سيتم الحسب فيها قريبا، علما أن الوزير لا يعين من تلقاء نفسه ولا يعزل من تلقاء نفسه، وكل شيء يمر عن طريق لجنة استشارية قانونية تعمل طبق القانون، والوزير ليس بي يأمر ويعزل، وإنما هنالك قوانين وإجراءات وتراتيب يجب التقيد بها. نحن مع الأخ السيد نائب محترم الحطاب بركاتي في دفاعنا عن التعليم العقلاني، ولم نعطي، والمؤسسات التي تسمى بزيتونية والموجودة ليست مدارس، هي بمثابة مدارس لدروس مسائية أو لدروس حرة حسب ما أقرأ في الجرائد وأتابعه، ولم نعطي ترخيص في لأنه في مدارس، وإنما جاءنا طلب وحيد في رادس وقد أجبت حوله. أولا بالله الأخ نوف الغربي، السيد الرئيس يحتاج إلى دقيقة، فضل. ما قاله النائب نوف الغربي عن أنه أصيب طفلان برئان، هذا لا أساس له من الصحة. مدرسة شاطئ السلام زرتها نهار 16 جويلية في جابس، أنا طلبت من السيد الوالي أن يجعلني أزور بعض المدارس فأخذي هذه المدرسة، فوجدتها في حي معرض للتلوث من المعمل الكيميائي، وأردت الاعتناء بها، وكان مخصص لها 200,000 دينار، فرفعنا في المبلغ وجعلناه 700,000 دينار، وأردت أن أجعل منها مدرسة مثالية في مبناها على الأقل احتراما لسكانها وأخذا بخاطرهم بسبب التلوث بالخصوص، وأنا الذي أمرت بهذا، وتمت التصاميم في الصيف في أسرع وقت، وهذه القسم اللي هو وقعت فيه هي سقطت لقشة من السقف ولم يسب أي تلميذ، فمن أين أتت إصابة الطفلين بريئين؟ هذا فيما أعتقد خطأ، وأرجو من النائب الكريم أن يصحح معلوماته، وأنا أتابع الموضوع لحظة بلحظة، ولا وجود لإصابة وهنالك تقصير ومخالفة في التدريس في هذه القاعات، وكان بالإمكان أن لا يدرس فيها لأنها إذن هي يعني مبرمجة للصيانة. على كل حال، هذا ما سمح به الوقت للإجابة عن أسئلتكم،
والرجاء التثبت، وأحيانا تأتينا أنباء يأتينا بها من لا هو من ليس له معرفة بالأنباء أو من ليس له نية صافية، فعلينا أن نتبين حتى لا نظلم الناس، والله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. وشكرا.